اهلا ومرحبا بكم متتبعين متتبعات، مرحبا بكم فيديو جديد. تقول لك نهار عيدكم نهار جوعكم، وانا راه نهار الروبو ديالي، نهار الراحه هو نهار التخمال ونهار الشقه. واليوم غادي نقلبوا هاد الدار سفاها عليها، لان ضروري الغبره والعجاج والصهودات كان خصني ولا بد نخملها، لان حالتها ولات حاله. الزبالة ما عرفت ليك حوايجكم كثر، يلا ما تلمحيش ليا بحال الزبالة. راه اللي عندها شي حاجة كتحطها فوق الناموسية طويها ولا تدبر لا والله ما تعيطوهم سيسي بنات قالت الخاتم يا اختي. قالت لك امي، قالت لك بناتي انا بغيت معاي قراو يوشقا لا بغيتي معاي سلام الكويدات، النوارات ديالنا لاباس عليكم، هانيين كديرين مع الصحة؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا ولا الحاجة السلام عليكم وليدي، السلام عليكم بنيتي، لاباس كديرين بخير؟ ايوا احنا وليدي عند صباح الساعة حريرة وصلنا هنا وليهو امولات المعدة. عرفتي اش قال لك الناس الموت ديال الضحك باللي ما تدوزش لك الحاجه المعده، هاد المعده عندك تدوز على الحاجه الزينه. واه تدوز عش فراسك واحد السيده، البنات البنات واحد السيده صورات اشدت اللقطه ديال امي مصوره داك الشربيل، هي تقول لي هاد الشربيل اللي دوزاته ولا المعده بغيت بحالو الشربيل اللي دوزاتو لك المعده. كيفاش تقاديتك تدوز لك المعده على التواب الزوينين وعلى البيجامات الزوينين؟ ايه هذيك الشربيل اللي مضل قرب 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 لحاجه طب يكون زوين هادي تتنقوا قيل على شي حاجه اخرى. لا انا باغا عاتوب ديال الليمونيه فرحي بغا تصدقني. اي تشتك انا في كل فيديو بغيت تطيري لي توب بعد وشريت بكري وانت لا نقدر نشري معك حتى نخلصك. حياتي لا شوفي عاتوب واحد زيد. واش بغيتي الليموني تا هو بديش تكتب؟ ايوا راه عيني بحال لا قلت لك هو اللي طلب شي حاجه طلبها غاليه، زعما طلب شي غالي ولا اسكت. ايوا شنو ولا شي مالينه شي عاد داك الشيء اللي خاصني اش خاصني؟ خاصني ناكلو الشراب. اش خاصك اش بغيتي نتزوجوك؟ شي ماشي اشنو؟ ماشي هذا هو المعقول. واش نتزوجوك؟ لا اشنو؟ هذا قادر اي ندى الحادقه جات تعاوني مسكينه. وخا الصراحه كنقول ليها بغيتك غير تقرا يعني الشقه الوقيت اللي تكون مساليه فيها، ودابا مع الموحد راكم عارفين قريب الامتحان ديال الكاتريام خاصها تحفظ. وليني مسكينه شافت التعيات وهي ناضت تتعاون فيا، عرفتو ديك الزربيه محنتنا بزاف لان الفاره ديال نورها راه كتغفلنا، كتجيب شيبس كتجيب اي حاجه وكتبقى تاكل
وكتلوح لنا فيها داك الفرتيت، محنتنا بزاف بزاف زعما الصراحه. الزربيه ماشي بحال دوك الاخرين، غير كتشطبيهم بالشطابه صافي. هذه لا، هذه خاصها تاس لا خاصها سبيراتور. المهم بديت انايا كنخوي في الماء وكندوز بالشيتا، ونادا غادي تجي غادي تعاوني حتى هي، غادي نخرجوا الماء للبالكون، لان الصراحه هاد البلايصه هادي هي راه خاصها تبقى تجفف كل نهار، ولاني مع الزربيه ومع الفطويات ومع فراه خليتها على شحال مده البالكون. البنات ها هي نويده كتصور فيا، غادي نبدا نغسل لان الغبره والعجاج. انتما شوفوا الشرجم اللي ورايا يبين لكم الحاله، كيكون العجاج بزاف عندنا حنايا فهاد البلاصه هادي. ايوا صافي كنغسل في البالكو حتى هويا نجفو وعاد نخرج للصاله. ديتها في البيت يوجد شي واش ندير لك انا انا علمان وديت هذيك مالي ولا ديتها كل مره تجي دي من ولا دير بيت فاروح انا عارف نحيد الصدافه ما مشيتش حنا دابا جالسين نخمل يا ما تخملي مع الافكار اش ومع الافكار ديك البيده ديالي ومع المساعده ديال البنيوتات الزوينات الحاد قالت لا لا نور ها انت هي جايه ديما ديالي وديما بشي هكا ديما تشكيك يلا الي هو هو الي يلا سير سير عاد ما تكون عا نور هنا هذيك. المهم البنات فقاتين كنخملوا، عرفت شو الغبره الغبره الغبره. الله يرحم لكم الوالدين البنات، الله يرحم لكم الوالدين، الله يبقي عليكم السر. اللي شاريه شي اسبيراتور تقول لي الثمن وتقول لي الماركه ديالو الثمن، شي حاجه تكون مزيانه وما كيستهلكش الضو وتكون الثمن ديالو شويه رفيق. لحقاش فاش جيت نشوف السيجور دابا داك سميتو داك الموكيت ديال السيجور مع فيه الهدب، يعني راه ما يليقش ليه الشطابه، خصو ضروري سبيراتور. وهادو البنات انا نوريهم ليكم، هادو ديال السيجور الكراسه ديال السيجور، هاد الزواقه هادي بلاتي نوري ليكم، هاد الزواقه هادي اللي تيكون هنايا كيبقى الطراب مع حنايا راه عندنا الغبره بزاف والقيب نصالحو العجاج، تيبقى الطراب يعني واخا تبقاي تسوسي بحال ما هكا واخا تبقاي تيبقى واخا انا جايه حيدو التلامط باش نبغي نصبنهم تيبقى. دابا التلامط ديال الصاله انا غنصبنهم، ولكن ديال السيجور خاص ضروري انوضو يعني ديال السيجور خاص ضروري خاصني شي اسبيراتور ولا شنو باش يدير ليا التراب يحيدو يمص التراب يجرو لا من الزرابي لا من سميتو. المهم ربي البنات الا ما خليو ليا في التعليقات ديالكم سميت شي اسبيراتور تكون زوينه وما كتستهلكش الضوء والثمن ديالها معقول، لحقاش خفت نشري شي حاجه بزاف. برافو يلا 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 يا فتيات.
السباق. نفك لكم وانتم حيدوا. يا حيد دير صحتك جابد. نورين. كانت مهارسة. شكون كان مهارسة عزيز؟ مشكلة. يلا عرفتوا البونج اش غادي نديرو؟ ماما كنحزي رينكلايت. البونج غنهزو واحد. لا بلاتي. اجي نحيد هنا نورهان. البونج غادي نهزو فوق صالا مونجي اللي حطينا في المراحل وحدة فوق وحدة. ديرو سادة البيت ناس. ديرو ماما ديرو سادة البيت ناس. ديرو سادة البيت ناس. عرفتي نادا شوفي شوفي. البونج غادي دار فوق صالا مونجي وحده فوق وحده ونخرج انا الطبله غنديرها في السيجور ونبداو نخرجوا فهاد نشوفوا اشنو اللي غيبقى لنا في السيجور والزربيه غنديوها لسميتو لافاج دابا طويوها وديوها لافاج ما عندك ما ديري بها دابا اش معناتها وديوها يلا تصبن وتقاد وتبقى فين بغينا نحطوها راه ما كاينش فين نحطوها ما حنا البنات راه حدا لافاج هنا حدا ما تصبنش الزرابي شي صبن ما عقلتيش كنا تنتمو غاديين لمرجان على رجلينا فاش كنا حنا اصلا كنا ساكنين قريب من هنا باش يصب على فكره كانت في واحد البلاصه فيها الزرابيه فيها الزراب كاين لافاج هما البنات انا راه واخا تخمال واخا فراه ضروري رديت طويجين ها هو درتو بالقرعه السلاويه وبالبصله درت شويه مطيشه ما كنتش ما بقاتش ليا الثومه عقبت خرجت وتقديت الخبز ورجعت ومع ذلك لقيت الحوانت سادين المهم انا درت شويه الرز هنا تيتسلق هنا درت الباربه ايوا وهذا هو الطويجين غادي ندير فيه غير شويه الربيع دابا ونسد عليه حتى تيطيب ونقلي للبنات الفريت لان عزيز عليهم الفريت ايوا ونمشي انا نكمل التخمال دابا طالع في التبرع حبست الماكينه ديال الصابون البنات لحقاش راه حتى كنصبن شفتو طلع ما وداكشي كاملين جبدتهم تنصبنهم المهم نوري لكم المره مسكينه ناعسه هنايا غطيتها شوفوا شنو درت الصاله انا عقبت فرجت شي حاجه منها هنايا تيرا بستيلو نورا مجدها بستيلو في الدي عشان تقول يا ايدي ايدي تراسي جو بستيلو حمر ندير طبقة فوق طبقة ولا مش عكا ديما مش عكا مشي درت مايو عمرت فيه الماء ولبست مايو وتخشيت فيه حتى حطر ولي تتخلع كل شي غيهرب انا غنتفرج في مسلسل مشيت البنات للدار القديمه جبت منها البانيو جبت التيو على حساب باش نبدا نصبن هذا الشيء ديال الطلاماط وسميتو اللي محطوطين نورها شدت البانيو عمراتهما لبست المايو قلت تتشلبط تاع عياد دار سبينوار وجات صابتني موجده لهاد البلاصه المهم هانتوما شي حاجه ديال الفراج ديال الصاله انا درتها حنايا ما كفانيش الوالده راه تجر جره اكبرك مولات المعده المعده الجره مخدباها المهم الوسيد لها حتى تينشفوا عاد نقادكم سي حيدي حيدي الصوت هانتوما داكشي اللي قلت لكم اللي بقى ديال الصاله شاطوليا جات الصراحه راه عييت نفكر ونخمم كي غندير ما كي غندير المهم عقبنا درنا هادوك الثلاثه وبقاو هادو انا حطيتهم هنا حتى وكنكمل وغنغطي هنايا بشي ازاره حقاش عرفتوا الغبره راه عندنا المعاناه ثم المعاناه في بقي بن صالح من الغبره هذا البنات انا كنقاد فيه لحقاش ما قدرتش نصور كلشي ويتهرس هذا تهرس ليا حتى تنقادو يا صافي فرجت هنا نوضي نور غنتجمع ونصور نوضي حيدي داك التريكو نبغي نصبن ها نتوما عقبت فرجت هنايا على حساب لالا نوران باش تبرد وباش تكا لينا تنحط حتى انا نادا باقي غنفرشو باقي غنفرشو فرج دابا مع الصيف البنات حنايا فهاد المناطق اللي كيكونوا حارين شويه باش يكون فيهم الحراره الصهودات راه كنجمعوا الفراشات كاملين وكنوليو تنوليو طالبين الشرعه في الارض حيد الصوت مش هكا كنوليو طالبين الشرعه في الارض شوفوا نورها راه تتفرج ايوا صافي وتما راه مخربق بيتنا هذا هو باقي فيه الفراش ونورهان تتنجمع نبدا نقاد دابا نبدا نستف نمشي راني حاطه الفريت شوفوا لي راني حاطه الصوابن تنصبن بشويه بشويه علينا وصافي هادشي هو ما نقول لكم البنات هانتوما البنات واخا هكاك الغدي ها هو الغدا ديالنا شفتوا
الطويجين راه طاب، انا كنقري في الفريت. عرفتي هذه البنات اللي كنت خديت، كنت خديتها ب 4000 ريال، صدقت زويونه، انا جربت بها شحال من مره، من دابا نديرها. غير هو راه تحتاج جوج لترو ديال الزيت اللي كدير. صافي شتو، راه واخا التخمال راه ضروري، الطويجين ضروري من ناكلو حنايا، نعذرو راسنا، وليني ملي كاينه مهمتي خاص ضروري الغدي. هذا باقي لي شويه عاد يطيب، غادي نقاد الشلاضه دابا وعاد نحط الاول بدات الغدا ديالنا. ندى ونورها راه ما صبروش للجوع، هادي جرت الفريت الاخرى كتاكل في الشلاضه اللي كتاكل. ايوا راه هذا هو جهدنا، ها هو الطويجين حطو انا وماما وانا تاتي هكاك. الطبله راه عاليه عليك، بعدا فراسك ولا فراسك؟ انا دار كتاكل هي شلاضه، هي ما عداش مع الطاجين شلاضه والفريت، امي ما عداش مع شلاضه وكل اشنو باغي. انا عنديش مع شلاضه انا. انا عندي معاهم بجوج كاملين. امي يلا خويتي خلاص نتغدى. يلا امي، امي راه خاص تحط الغدا، نبقى واحد الساعه ولا جوج سوايع حنا نعيطو. هيا امي جات، شتو امي تفركيس بيجامه وبدلت هذيك البيجامه. يلا معطي الخبز داري شتيهاش؟ عرفتو مازال ما ساليتش، وراسي بحال مدوزه الحرب العالميه الثالثه. جيت البيت يا البنات لحقاش ما نكذبش عليكم، عييت بزاف، ضربني راسي ونشرب واحد الكينه ديال الراس ونتكى نرتاح شويه. وشوفوا تحت عينيا مع ما نعساش مزيان، شفتوا كيفاش. والماكينه ديال الصابون راني مخدماها، تنصبن في الطلامط وكنصبن دابا في الوسيد، الوسيد سالي فبقاو لي غير الطلامط، بقات لي التصبينه وحده اللي بقات لي صافي ونسالي حتى الغدا مع الصباع. عاد الا سطهم مازال ما ناشفينش نطلعهم من السطح ونشرهم باش هكذا نفرش البنات ونقاد حتى بيتي. لحقاش حتى بيتي جامعه حتى هو يوم قاده، راه معاتي كل الفراش ديال الصيف البنات، وحنا عندنا المدينه سخونه بزاف، فيها العجاج فيها الغبره، داكشي علاش فاش كيوصل الصيف الاغلبيه ديال السكان ديال هنايا تيجمعوا الفراش ديال الصاله وداكشي، وكي تيفرشوا غير دوك البيزارات البنات اللي كتعرفوهم، دوك ديال العقده ودوك ديال الخيط، وعرفتوا داكشي تقليدي زويون. شي نهار نمشي لسوق السبت نوريهم لكم، عند امي مصايبهم تيطلعوا غاليين، تيطلعوا بالثمن حتى هما لا تسحابوا، راه تطلع الوحده تطلع لك ب 24000 30000 اكثر من البونجا وسميتو ديالها والطلميطه ديالها. ولكن تيكون داكشي تفريش تقليدي زوين، تترتاحي فيه لا في النعسه لا في الجلسه لا في كل شيء. المهم انا غدا ان شاء الله اولا ملي الى نط شويه موقضه بالليل، وعاد نجمع بيتي ونقادو ونعاودو نكملو. ايوا دابا البنات نقول لكم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله على القناه، نشرب واحد الكينه ديال الراس ونتكون نسرح واحد شويه، وعاد نوض نغسل لامي عناس. قدرت نكمل الجمعيه هذيك ما قدرتش، حتى الغدا ان شاء الله عاد نبدا. واخا راه غدا عندي الخدمه خصني يعني نوض ليفري للناس ونوض نوقف على لي كوموند، واللي كان مخلص داك الشيء نقاد لي حاجته، ولكن ماشي مشكل نسبقو نديرو هكا وهكا. الله يعطينا غير الجهد ويعطينا القوه باش نكونوا مع وليداتنا وصافي. المهم البنات نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله على القناه، والسلام عليكم.